بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصيحة لهذا اليوم هو البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط خوفا من انتشار وباء كورونا. محاضرة هذا اليوم نحاول أن نشرح حل التمارين اللي وزعتها عليكم مع المحاضرة 11. التمرين الأول عندنا رينج كيو آي اللي هو عناصر على شكل أي زائد بي آي، أي وبي تنتمي إلى كيو، وهي من المجموعات المعروفة. وعملية الجمع هي عملية الجمع بين عناصر الأعداد المركبة وعملية الضرب كذلك. لو أخذنا المجموعة F اللي عناصرها شكل 5A زائد 5BI، فالمطلوب أن نبرهن أن هذه المجموعة هي ideal. إذن علينا أن نبرهن شرطين. الشرط الأول أن نأخذ عنصرين من هذه المجموعة من الاف اللي هم 5A زائد 5BI و5C زائد 5DI، ونشوف الفرق بيناتهم شنو راح يكون، هل هو من ينتمي الى اف ام لا. ونلاحظ ان الفرق بيناتهم يساوي اذا رتبنا بعد فتح الاقواس ان العناصر اللي مع بدون اي نخليها على جنب، والعناصر اللي مع اي نخليها على جنب، فراح يصير هذا شكل العنصر النهائي. وواضح ان هذا العنصر هو على شكل 5 في عنصر من كيو زائد 5 في عنصر من كيو مضروب في اي، اذا ينتمي الى اف. اذا الفرق بين العنصرين ينتمي الى اف، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ناخذ عنصر من الكيو اي على شكل C زائد DI وعنصر من ال F ونحاول نضربهم. فإذا ضربنا R في 5A زائد 5B، يعني C زائد DI في 5A زائد 5B، هذا راح يساوي 5CA سالب 5DB بعد أن نعزل العناصر اللي ما مضروبة بI، زائد 5CB زائد 5DA هذه العناصر اللي مضروبة في I. إذن أيضا صار شكل العنصر بعد ضرب R في العنصر من F راح يكون على شكل عنصر من Q زائد عنصر من I. ليش نقول عنصر من Q؟ لأنه Q نعرف أنه Q ring، إذن مغلق تحت عملية الضرب والجمع الاعتيادية. إذن C في A تنتمي إلى Q، B D في B تنتمي إلى Q، حاصل ضرب 5 في هذه العناصر أو الجمع بيناتهم ينتمي إلى Q. إذن هذا العنصر الأول ينتمي إلى Q والعنصر الثاني ينتمي إلى Q. إذن هذا العنصر بعد حاصل الضرب راح يكون موجود على شكل 5 في عنصر من كيو زائد 5 في عنصر من كيو اي، وهذا ينتمي الى اف. اذا حققنا شرطي الايديل، اذا اف هو ايديل. التمرين الثاني عندنا الايديل من 0 الى 21، مجموعة من 0 الى 21، 0 3 6 9 الى 21. المطلوب أن نبرهن أنها principal ideal من الرينج زد 24. طبعا ideal نعرف شنو يعني ideal. principal مثل ما قلنا هو الideal الذي يتولد من عنصر واحد. إذن أولا نبرهن أنه ideal. فحتى نبرهن أنه ideal لازم نبرهن شرطي الideal. طبعا هنا لأنه المجموعة finite فنبرهن على كل العناصر، أو بطريقة أخرى إذا نعرف قاعدة العنصر، يعني شكل العنصر هذا شنو قاعدته، شنو الصفة المميزة للعناصر،
ونبرهن باستخدام الصفة المميزة. وهذا يستدعي أنه في البداية نبرهن أنه principal ideal principal ثم نبرهن أنه ideal. على العموم إذا نستخدم الطريقة الأولى اللي هي بما أنه العناصر محدودة، إذا نجرب الشرطين للideal على كل العناصر. إذا نبدأ ب طبعا هنا عندنا الصفر، الصفر واضح أنه يحقق مع كل العناصر، فممكن أن نتخطى الصفر ونبدأ من الثلاثة. الثلاثة نطرح منها كل العناصر، يعني 3 سالب 3 سالب 3 سالب 6 3 سالب 9 وهكذا. فثلاثة سالب 3 طبعا لازم نوضح يعني شنو 3 سالب 6. السالب هنا هو معكوس العنصر في عملية الجمع، وقلنا نسميه سالب، ومعناها أنه هذا العنصر 6 مع أي عنصر آخر نجمعه ويكون الناتج صفر. فإذا نلاحظ أنه مع 18 يعني 18 زائد 6 يساوي 24 يعني يساوي صفر. إذا سالب 6 هو 18. إذا 3 زائد 18 واللي تساوي 21، وواضح أنه 21 موجود في I. نفس الكلام عن 3 سالب 9، ف 3 سالب 9 يساوي 3 زائد 15 لأن سالب 9 هو 15 والناتج هو 18، وهذا واضح أنه موجود في I. وأيضا 3 سالب 21 شنو هو العنصر اللي نجمع مع 21 ويكون ناتج صفر، فهو 3. إذا 3 زائد 3 يساوي 6 وأيضا موجودة في I. ونكمل على هذا المنوال مع كل العناصر، يعني 3 سالب 15 3 سالب 18 وهكذا. نيجي بالنسبة إلى 6، 6 سالب 3 6 سالب 9 6 سالب 12 و 6 سالب 3 تساوي 6 زائد 21. مثل ما قلنا السالب 3 هي 21 والناتج هو 3 وموجود في I. 6 سالب 9 هو 6 زائد 15 والناتج 21 وموجود في I. ونستمر على هذا الكلام مع جميع احتمالات الفرق بين أي عنصرين، يعني نستمر على 9 أيضا، 9 سالب 0 9 سالب 3 9 سالب 6 وإلى آخر العناصر 12 نفس الشيء. وطبعا العكس أيضا، يعني هنا احنا جربنا 6 سالب 3 المفروض أيضا نجرب 3 سالب 6، وأوتوماتيكيا هو موجود لأنه إذا رجعنا بالخطوات السابقة راح نشوف هنا 6 سالب 3 موجودة. فإذا نفس الكلام إذا استمرنا على هذا المنوال راح نحصل على كل الاحتمالات. إذا بهذا يكون تحقق الشرط الأول. هنا أكو نقطة مهمة لازم ننبه عليها، لاحظوا أنه أنا دا أركز على مسألة ينتمي، يعني لاحظوا دا أقول إحنا شنو اللي دا نسوي، اللي دا نسوي أنه الفرق بين أي عنصرين موجودين في I الناتج يجب أن يكون موجود في I. غالبا يكون في الامتحان الطالب يكتب لي هذه الخطوة، يعني 3 سالب 6 يساوي 3 زائد 18 ويساوي 21. إذا ما كتب شيء ما معناها ما سوى شيء، أنا أريد يثبت لي أنه هذا موجود في I. فإذا يكتب الناتج بعد ما طلع 3 سالب 6 يساوي 21 يكتب أنه ينتمي إلى I. وطبعا بعض الأحيان الأخطاء الشائعة أن الطالب يكتب ينتمي إلى الرينج، يعني ينتمي إلى زد 24، وأكيد هو ينتمي إلى زد 24 لأن هو الرينج وهو مغلق تحت عملية الجمع. اللي مطلوب هو أنه ينتمي إلى I. فإذا نستمر بكل الأحوال نحصل على أن الفرق بين أي عنصرين ينتمي إلى I. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نأخذ عنصر من الـ R مع عنصر من الـ I، وطبعا أيضا مع كل الاحتمالات، يعني أي كل عناصر زد 24 نجربها مع كل عناصر الـ I. حاصل الضرب هل موجود في الـ I أم لا. طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل الصفر الواحد واضح، يعني ما عندنا إشكالية به، واضح أنه صفر في أي عنصر هو صفر والصفر موجود في I. واحد في أي عنصر هو
العنصر نفسه والعنصر موجود في اي. اذا الصفر والواحد نتخطاهم ونبدأ باثنين ثلاثة اربعة وهكذا. فاذا اخذنا الثلاثة مثلا طبعا مثل ما قلت جميع الاحتمالات، ثلاثة تنتمي الى زد 24، ثلاثة تنتمي الى اي، ثلاثة في ثلاثة راح تساوي تسعة، والتسعة موجودة في اي. ثلاثة وتنتمي الى زد 24، ستة تنتمي الى اي، ثلاثة ضرب ستة هي 18، وواضح ان 18 موجودة في اي. وايضا أؤكد انه يجب ان نكتب انها تنتمي الى اي، لان هو اللي احنا نريد نبرهنه هو انها تنتمي الى اي. ناخذ الثلاثة مع التسعة، واللي حاصل ضربهم يساوي ثلاثة، وواضح انها تنتمي الى اي. ونستمر هذه بالنسبة الى الثلاثة، نتحول الى الاربعة. اربعة من زد 24، ثلاثة من اي، اربعة في ثلاثة 12 موجودة في اي، اربعة مع الستة الناتج هو صفر، يعني اربعة في ستة 24، واربعة وعشرين في زد 24 هي صفر، والصفر موجودة في اي. واربعة في تسعة اللي تساوي 12، لاحظوا 4 في 9 تساوي 36، 36 ناقص 24 هي 12. إذن 4 ضرب 9 مود 24 يساوي 12، وال 12 موجودة في I. وهكذا إلى جميع احتمالات الضرب بين عناصر Z 24 والI، وواضح أنه جميعها موجودة في I. وإذن الآي تحقق شرطي الايديال. للبرهان، للبرهنة على أن هذا الايديال هو برينسيبل، يجب أن نبرهن أن كل عنصر من عناصر الآي ممكن كتابته على شكل عنصر من آر مضروب في عنصر معين من الآي. يعني أكو عنصر معين كل العناصر تكتب بدلالته. فإذا حاولنا أن نكتب الآي بهذه الطريقة، يعني صفر في أي شيء يكون الناتج صفر، واحد في أي شيء يكون الناتج ثلاثة، اثنين في أي شيء، يعني عناصر الآي اللي هي صفر واحد صفر ثلاثة ستة تسعة، هل أستطيع كتابتها على شكل عنصر من الرينج مضروب في عنصر معين من الآر؟ ونلاحظ أنه هذا العنصر هو ثلاثة. إذن قدرنا نكتب الآي على شكل حاصل ضرب عناصر من الرينج مضروبة في ثلاثة. وطبعا لاحظوا أنه هنا دا يظهر عندنا من الصفر إلى السبعة، في حين لو جربنا نكمل، يعني نضرب الثلاثة في ثمانية، ثلاثة في تسعة، ثلاثة في عشرة وهكذا، يعني ثلاثة في ثمانية هي 24، يعني صفر ترجع لي أول عنصر. التسعة في ثلاثة يساوي 27، يعني ثلاثة وهكذا. إذن كل إذا الثلاثة ضربناها في جميع عناصر الرينج نحصل على هذه العناصر من الآي اللي هو الايديال المطلوب. إذن صار شكل الايديال هو على شكل R مضروب في ثلاثة، لكل R ينتمي إلى Z 24. إذن الايديال هذا هو principle. السؤال الثالث، show that Z 27 is a principle ideal ring. ما معنى principle ideal ring؟ معناه أن كل ideal في هذا الرينج هو principle. كل ideal في هذا الرينج يتولد من عنصر واحد. فإذا بالبداية يجب أن نجد جميع الايديالز الموجودة في زد 27. شنو احتمالات الايديالز الموجودة في زد 27؟ كلها لازم نوجدها ونضعها أمامنا، ونيجي على ايديال كل واحد من هذه الايديالز نبرهن أنه principle. فنبدأ بأول ايديال اللي هو أنا سميته I2 لأنه يتولد من الاثنين، وعناصره هي 0 2 4 الى 26. طبعا راح تسالون انه شلون انا عرفت هذه الايديالز. مثل ما بالسؤال السابق برهنا انه الايديال
السابق هو متولد من الثلاثة. احنا شنو اللي نسوي هنا بهذا السؤال؟ حتى نوجد كل الايديالز راح نيجي ناخذ كل عنصر من عناصر الزد 27 نضربه في كل العناصر، يعني ناخذ الصفر نضربه في كل العناصر، طبعا راح يصير صفر هذا واضح، واحد نضربه في كل العناصر راح يطلع لنا زد 27 نفسه، هذه هي تريفيال ايديالز. نضرب اثنين في كل عناصر الرينج يطلع لنا هذا الايديال اي 1 اللي إذن نضرب إذن هذه الآي آي 2 اللي هي هذه عناصرها، فراح نقدر نكتبها على شكل 0 في 2 1 في 2 2 في 2 3 في 2 وهكذا. إذن هذا الايديل يتولد من 2. الايديل الآخر اللي هو آي 3 راح نقدر نكتبه على شكل 0 في 3 1 في 3 2 في 3. لاحظوا هاي التسمية I2 I3 أنا سميتها لأنه يتولد هذا من 2 فسميتها I2، هذا يتولد من 3 سميتها I3. أنت شو تحب تسميه سمي ماكو مشكلة. إذا الايديل الثاني يتولد من 3، نفس الكلام بالنسبة للايديل I4 اللي هو 0 4 8 إلى 24 وهذا يتولد من 4 لأنه هو على شكل حاصل ضرب عناصر الرينج في 4، وآي 5 كذلك يساوي 5 يتولد من 5. ونستمر على هذا الكلام لجميع الاحتمالات، كل احتمالات الايديلز من زد 27. لاحظوا هنا بعض هذه الاحتمالات هي آي 6 اللي يتولد من شنو، انت لازم تعرف شنو عناصر آي 6 يتولد من 6، وتشوف آي 7 وآي 8 ويستمر هذا. شنو الاحتمالات اللي عندنا؟ عندنا بعد آخر شيء شنو يعني بعد الثمانية عندنا آي 9 آي 10 آي 11 وهكذا. نشوف كل الاحتمالات للمساعدة للاستفادة. انت اللي تسويه هنا أنا آي 6 راح تضرب 6 في جميع عناصر الرينج، اي 7 تضرب 7 في جميع عناصر الرينج، 8 تضربها وهكذا، راح تروح للتسعة كذلك تضربها في جميع عناصر الرينج، العشرة 11 12 والى اخر عنصر. بعض العناصر مثلا لو فرضنا مثلا جيت طلعت اي 12 بعدين طلعت اي 14، اشوف اي 14 ممكن ان يكون مساوي الى وحده من هاي الايديز اللي طلعتها قبل شويه، يعني هل هو نفسه آي 7 مثلا أو هل هو نفسه آي 6 وهكذا. يعني كل ايديل أطلعه أقارنه مع السوابق السابقات اللي طلعتهن، وبعد ما شفت أنهم لا يساوي الباقيات أتأكد من أن هذا الايديل هو برينسيبل. شكرا لسعة صدوركم وحسن استماعكم، وإذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال ممكن أن ترسلوا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة معي، وأتمنى أن الجميع يشاهد المقطع لكي يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.